في بث في بث لا تسب يا شيء اخضر كل شيء موجود. ناصر سؤال سؤال يا رجل كن مكس اي حرام درج ابو كنت مكس اليوم اه تو تروح درج قلت فوق خليك على الفاضي ناصر عن كيف يكبس؟ انت جالس تكبس؟ اي ايش ذا الخلاص؟ طيب اسمع ناصر السؤال يقول تجاوبني بصراحه بسالك عن السفريات انت رجل سافرت العديد من دول العالم وش افضل دوله زرتها؟ افضل دوله غير طبعا دول الخليج غير الخليج اي ايطاليا 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 والسبب لك ريزيتو بيتزا يعني زي اكل سباجيتي لا يعني الدول الثانيه رحت لها معظم الاكل معظم الاكل غير احلى يعني تقعد بنفس ترى الاكل عامل كبير في النفس الاكل والنوم والمشي طيب إيه؟ اسوأ دوله اسوأ دوله رحتها بالنسبه لي اسبانيا سبب رحتها اسبانيا مدينه برشلونه سيئه سيئه لكن كله غير صحيح لا غير حلال باكورين طيب اسمع ليه هذا سياحي مو مش وشكله ما عندهم رز لا اقول كلام اكلهم اقول اكلهم إيه؟ ما ينقال اكلهم اقوله اكلهم خنزير مقدد يعني ايش خنزير مقدد يعني الخنزير خنزير مدلع قطعين اللي في توم وجيري ذاك الله السجق يا نبو طيب وش غيره؟ كل يوم عندهم مهارات مشغلين ولجه ولجه وسعود وزحمه دوريات دوريات صغيره اللي طلع السيفتي حطه فوق التندر يعني ينزل السياره يحطه فوق راسي انا اسف تعال يا ابو وجه الحين الله يبقي تعال تعال انت وعقالك اللي لو يشد حيله دخل رقبتك بس انت لبس عقال انت الحين عشان تحكي انا بلابس لا البسك الجدار اسمع اقول تلبس كبر السلوقي ايش تلبس شنو تلبس كبر السلوقي ايش تلبس لا والله ما يلبس اسمع يا راحي ها حيذ الراس علومه حي راس كنت ولا هي الراس علومك علومك كيف حالك وقعك وشلون في راس ها متى انت واعي هي. هي متى انت واعي واعي من الصباح البكير هذه وش هذه لا يا الغالي لا لا اقصر عد والله اني هرجي شمالي والله علومه اي توقعك شوي لونك مربعين السنه هذه وانت مربعين لا والله جاكم خير هيا سالت الشغايه ولا ما سالت لا ايش ايش لا ايوه ايش الشغايه انت من جده هيوه من ترابان اسمع ها بولو رجل بوله رجل قلب له رجل بوله رجل ايه ماله يدين اعوذ بالله اسمع قصيت يده قصيت اخوي عنده ذبه دقيقه يقول هذا ضاحي صفقوا على الذبه لا انت لا انت لا روح ارقد يا ابن اخوك اسمع يا اخو سلمى ها هي والله آه. ها متى لك بالبرنامج هذا اسم الله ها متى لك بالبرنامج هذا انت بثيت بو مره ايوه لا مره هذه لا وياني مره وثق لي حسابي ياني خاطك ياني اتكلم انت بلغه واحده تكفى عشان ترى توثق بولو جنجفه من هنا ايه اي عليمي وشان اوثق في واحد جاني ذاك اليوم خلني اشيره ها يا ولد لا ما تبت جنبك هنا قناه ثانيه عنده فلان دقيقه واحد بالله ابو اخو ساعه انا كومنت انا ما انا كومنت قول ما قلت هرجه طيب لا تسوي ريتويت سولف
شوف عنده عروض اعلان فاصل يسوي ذي الثلاث حقته. طيب اخو سلمى هلا علومك والله هابد بخير. وش انت تشرب هذا؟ ما هو بابنج شو اسمه ناشرين؟ مو ناشرين شو سرين؟ نانسون. ما انت مضبوط ما نانسون. وش نسرين؟ انت تشرب نسرين؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر. ايه سلطان وش هالمقطع هذاك؟ هذاك وش المقطع ذاك اللي صورتك يوم انه في لا ها الكومنت؟ والله ما توقعته منك يا سلطان. ليه يا ضاحي؟ قسم بالله بعدين ادق عليك لما ترد. صدق ارد عليك يا ضاحي وين خلاص يا اخي ما تجي منك والله يا ابو عبد الله. بغي قلت لك هسه تجي مني انا تغيرت تخلص مشاعرك تجي منك. اي هلا احزن هلا افرح. بعدين كيف صاحي الحزه ذي يا ضاحي؟ وانت ايش مقعدك انت؟ انا رجال لبين ابتسامه. يا حبيبي ابو عبد الله اسمع الرجال وش سر جمالك؟ جمالي من إيه؟ جمالك يا ابو عبد الله. لا والله متغير زاين والله ما الفلاتر الله يبيض وجهه يبيض وجهه. دي سامي ايش جالس يكتب في الكومنت؟ اسمع اسمع ها ابو حمد نسيته حتى نسيت ابو حمد نسيته ها لبيك. اسمع انا اقولك العلم اللي يجمد على الشارع آه. انا رجال طاب من الجاكو الجاكو ها ابي اقفل ملفات هوية. ايه قوية يعني قوية اوها اوي هو ضاحي تابعت باب الحارة؟ لا الله يقلع. لا ليه انا ابو شخصين الله يقلع لا شبيبة باب الحارة انا من المسلسلات العالمية وانت باب الحارة كذا باب الحارة والله انت استانس. والله انا ما تابع وصلت. والله اسمع والله يا ضاحي تسمع ايش رايك في عقليتي انت؟ يعني ما تخطي وتصيب رد علي رد علي من خاطر يلا اسلم اسلم ضاحي ها الايام دي بدايه الشتاء واعرفك بدايه الشتاء تطفى شوي لين تجي الشب شغل يا طويل العمر السلامه باب الحاره ابدا من الجزء الاول لا الجزء الثاني الثالث وعطني رايك. تم تكفى يا ضاحي لا توقف لين تعدى 15 حلقه اليوم. الجزء الاول هو شي قال هو اي موسم وش قال الجزء الاول موسم سفري قال له جبي وش قال لا يا غبي ها وش موسمه اكتب باب الحاره يا ملا ايش ملاكن الجزء الاول الجزء الاول يعني اول موسم الحين بيقول شو اسمه الله يعطيك النجر الينجرك. الموسم يعني باب الحارة كم موسم الحين؟ سيزون 6 6 سيزون 6 انا تابع الموسم الاول. انت شوف موسم اول شوف لا لا ما هندي ما بنقال عطاك الخلف. انا ادري احنا هرجنا عربي ما فهمت هرجنا انجليزي ما بقى. انت ما تعلم ما راح تسويته انت اصلا رجال هرج انجليزي اربطك بعقالك يا تربط بعقالي وجيني وجيني السلطان تربط بعقالي. لا ضاحي ضاحي ضوحي اسمع تعرف البزاعة وشي وشي البزاعة دي اللي عندنا النخل عندنا عشان تطير ودها ايه ايه عارفه عارفه. طيب اكتب باب الحارة الجزء الاول ايه حلو ايوه ايوه بولو رجل اني قالوا لي دعشري وشو ابن الحلال ابدا من الجزء الثالث وعلم سلطان شو يصير الجزء الثالث. لا لا يا رجال ما تتابعه و طلبان افتح الجزء الاول في بولو رجالي قال له لي دعشري اسمه بيسرق ذهبات ابو ابراهيم يا اخي ما عندهم تسجيل تحت كيف ها يا اخي انا اعلمك مسلسل والله ما ادري انا اتابع مسلسلات عالمية قالوا لي تتابع مسلسلات تركية وش هذا بالتركي يعني هاي انت عدينا الامور هذه حنا
شفت لميش؟ لا 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 وش اللي وين تبي من لميش؟ لا لميس ما في مسلسل تركي جاء في العالم الا واحد لميس وما ادري وين راحت لا 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 ابوه مسلسلات غير انت تقدر تغني طفات القدر يا شمعتي يا شمعتي هي منو شمعتك اخاف انه سلطان اي والله يستع الله لا يدا سيف شمعتك وش انت شمعة الجلاس ها انت شمعة الجلاس الله يطول عمرك ما انت عد عليك والله ابو عبد الله طيب اسمع اسمع طفات القدر يا شمعتي طفات خلانا يربح حسرتي الله شلي بهالعمر يا دنيتي يا محسود على حظي وقسمتي طفات القدر يا شمعتي لا 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 خلنا نجرم حسرتي لا 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 هذه وش هذا عمر يا دنيتي لا 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 محسود على لا 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 طلع ان شاء الله ورع ما يذكرها ده كان نشيد برشلونه هزيج برشلونه ميلان جوجو انا قايل لك ان صوتك زين منه ها انا قايل لك ان صوتك زين منه صوتي ترند زين الحين تكفى يا منه اباك تغني ما اعرف والله تكفى يوم شخص ديك حقت رابح ما برافع سقر خازي سقر غازي الحمامة تكفى يا واحد رابع عصفور يا زين كم عليك تكفى ما عليك طيب راحت كبت ها لا ما اقول شيء يا ملا ملا لا تسلح وش بلاك ما قلت ايوه ايوه ضاحي والله اني مشتاق لك والله ما هو كثر يا ابو عبد الله والله اني مشتاق لك انت برياض الحين ولا بتروح برياض وش برياض ولا بتروح ما اتكلم عربي انا ما اتكلم بنقالي في الرياض ولا في تروى اسمع يا اخي انت لا بالرياض احنا نقول انت تقول في الرياض انا اقول بالرياض برياض انا يا سلام عليك بالموقع اللي اعرفه انا ولا الثاني في الموقع اللي لو انه اكثر وفوده رحابته بالوفود اكبر من افاقه ما لك زود اسمع افمك كبران ايش افمك كبران ترى باكلك اسمك حيبه لا 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 يا جبنه ابو وحد اضحك يا ناصر هذا اللي تكفيه بس بس ايش ها تذكر جا يا لبي كيف مقروش جمع جنب يا ولد ايش رايك اقبل على الله ابو هشام تغطي تغطي وجهك انت رجل انت مرة ين مرة وما تغطي وجهك ليه؟ ما غطيت انا هلا غطيت تقول هلا ما شاء الله على وجه قابلش ربي بسم الله عليك كيف الوجه انت الوجه رباني لا هذا دب صنبه من الاحوال ما يقدر خلك تحشرني اوريك السلطان اوريك المس كلام حلق انت بحلق شيء موجهك ان شفت والله حلقت جلس يطق تقول لا 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 تموت تكفى قاعد وجهك جوع محلق جلس يطق تقول علي ثلاثة شهور الكيوي والمدري شنو هو جاء وقتك سلطان يطلبون منك بصمات قصد 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 تو هذا حضوحي يا بعد بحضوح انت طيب انت تمشط يعني بيطول ما راح يطول خلاص انت كشفت لا لا والله سرحه تخبر سرحوا
انت بلا تبصم على جوالي تقفى. ايه بالله معك قلم؟ لا ارسم عيون هنا راحي. يا ربي راحي سام جي. ليه 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 ما جي يا رجل نازل مستواك الغالي حيث التفت. بالله جد اقول لبيه لبيت حاج. ايش اسمه وش بك تراعي هلو لبيك اسقطه. لا يسقطني. لا اسقط. ما ادري والله خلاص روح. ضاحي والله اني بسم الله عليك الناس يا ولدي ذا كل سنه سمعت يكبرون انت كل سنه تصغر. يا ساتر انا كل سنه اكبر 20. ما لا كيف اقول 20 هي والله ترى انا تسبير انا بس بالفلاتر مصغرتها ترن. ضاحي كيف تكبر 20 يعني 20 سنه؟ لا بقره انت ما تفهم. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. يا ولد جيك من يوم دخلت هاوشني خلاص خلاص انزل يا اخي ما تفهم انت من تالي. بعدين شاشة كلامها ظلام ونور مغيم اللي تحت. حط شو اسمه هذا مضوي لي ترى هذا وطف يا حي للراس. لبيه لبيه يا الغالي. لا 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 متى مات لي يغني يا رجل صرا موته ام البيع. اسمع لا مترا تبى جوله ضاحي دند ها روح يلا. والحكم من ايش؟ بدون حكم اهدا ولا الضرب القاضي وش اللي عطى الضرب القاضي الضربه القاضي. لا 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 شكلي اخطيت في الجوله. لا تقبلها لا تقبلها ضاحي. ما جيتها ما جيتن الحين تجي يا الربع الجولة حطها اهداء ولا عشان ضرب القاضية. ضرب القاضية اشياء سرعة اهداء. ضرب القاضية ايش اول واحد يجي دعم يفوز. لا 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 بخليه اهداء. يلا اهداء اهداء اقبل اهداء. ايه اهداء ولا اهداء اهداء. ايه ما ادري يلا يلا الضربة القاضية هي اللي تحطها اللي تحطها وتشيل ما تشيل الجمع جم 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 اي والله تذكرتها. الله يا الموقف هذاك وش هو؟ اي خبره خبره. طيب وش هو انا جالس اسال وش هو وش هو؟ ما قلت ابيات لا بس اتذكر اني ارسلت انت اني ارسلت لك او انت من ارسل الثاني. انا ارسلت لك الظاهر صح؟ اوه صديق انت بس سوي كلام معلوم واحد. لا انت ارسلت لي يا ضاحي. ايه قلت لي سلطان ايش عينته ما حد دق ولا لا حطيت فيسات تبكي. طيب وانا احسبك ما انقبلت وما بفتح الا ايش اسمه قول معي ما ابغى افتح رساله. قلت يوه شكل الشمري ما قبله. تذكرها ولا لا؟ ايه اذكره. انت شفتها صلى طيب. يا ولد انت شطعت الموضوع. انت شطعت قلت بيت محاورة. شطعت والله لا حكم عليك حكم لك ارهك بالشطحات. انا قلتك بدون احكام. ايوه جولة ايش دي؟ انا قلتك بدون احكام. والله لا حكم عليك تلون جبهتك. ما تلون جبهتي. لا يا غالي. لا يرسم بجبهته وجه ثاني. احنا بدوره احنا تلون جبهتي.
يدقني يا جاب دبه سامجح يدقني قال طلع قال اتعلم انا عليني ترمل جاك توي هو مع بلاي ستيشن عليني عندك داعمين ولا لا اي واضح هذا حسابي جديد يا الغالي جديد يتجدد يا ضاحي لا لا تو على الاحكام خلنا استعيد يا ولد لا تاكل ضاحي ولا لا مسواك يا من ورا تريلات من ورا تريلات يزي يا قوا يزينا تقوى يا ولد عين قال عين غطاو فراش شو اقول اقول لي بجي ابو الفراش ولا شو اقول لا اقول يا مرحبا وش اجي امك هيجي منك كله عسى يعني عندنا يا ولد اتحداك ترد على ضاحي اصلا تعال ضاحي سولف اتحداك تعال بالله انت جيم بترني معلش طيب جانا من سعود ومن دلبت وشلبوه بسرعه هاي خروج المره العجله ينزل لي السناب قال يا ولد هذا ايش جالسين يقولون لا شو قال يا الربع والله لكم ربع ساعه تسوي تضحكوني ما ادري ايش يقولون اللي اسلم انك تسولف معهم تضحك وفعلا انا افهم هذه المره انا افهم جالسين طيب بالله انت جي هنا ارد على ضاحي ها ضاحي مفهوم كلامه بس ما لها رد يقول عين فراش وعين غطاء الفراش ايش تقول؟ بهميرني ابا انا بصير ضاحي وانت رد نشوف انت رد ضاحي رد جه الكلام بسرعه وش رد؟ ارد ما تكلم بس تحرك لازم انا صوت ما له مجال نبي احد شيء وش بقول يعني ها بقول يعني وشو وش بيقول لا هرج هروج ذا وخليه يرد ما ادري ما في شيء يصد انا بس هو لا كاني عادي ما هب ضاحي بس بشوف عين فراش عين غطاء الله يسلمك مرحبا مرحبا البق يا مرحبا يا مال الخلف يا هل المد الله تستاهلون وانتم اهله وهذا فيه وهذا عشاك اسمع كبر الله من كبرته يعني ما اخذت فيه العار لا لا هلا لا هذه عندنا تشكيلات العشيات هلا تشكيله دقيقه بكمل كثرتوا رزقكم لاجل اللحم لاجلكم لاجل اذا انا رزقكم لاجلكم هذه عندها الجده كل هذا يكثر اللحم لا دقيقه لا قد قوم ولد قلت رزقكم وش هو قال كثر الله رزقكم قلت هذا لاجلكم قلت رزقكم خلاص خلاص خليني اسوي معاك والله خلاص انت صعد كل اسئلتك صح بس ما نسمع حط سلطه ها يا ضاحي جيب الماء هلا يا وين الزبادي هذا لكم كيف ضاحي ها وش سويت؟ ما سويت اسمع تبع حكم ولا تبع؟ ما انا قلت لك من بدايه الجوله بدون احكام وش ذا الجوله اللي بدون احكام؟ ما تو يا سلطان والله تو طيب خل ندبك عشان يجيك داعمين داعم عليك يجونهم بس اصبر خلني ما تقوى شوي متى تقوى بعد اسبوع او اقل هذه حصانه لك انت انا قد علي راح انت شو تهاوشني مضايق تبغى امشي حوت بالله ليه ضايق مشيت نمشي لا 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 تقوم تكفى لا تقوم لا لا عيا خير على خشمي يا ضحضوحي خشمك ابيض خشمك ابيض عينك سوداء يزي ضحكت خشمك ابيض عينك سوداء اذنك طويله اوه يا صدري اللهم بيض الله وجهك ابو عبد الله
وجهك يا حبيبي. وبين بين لقاء بإذن الله. طيب وبرك ساعة يا حبيب أخوه. يا حبيبي أنت الوجه. مرحبا مليان. أنت قفلت البث. لا لا لا. الحين تفهم معك. أول شيء شكرا للداعمين. ثاني شيء من المشرف في البث؟ من هو؟ إيه سلطان. إلا الكومنت ما له دخل في البث. فاتحين صداقات يسوون فلان جبل عشان. استاذ واب يرسل ذا رح. أعطني شراف. أنا أعطيك شراف وشل المشرفين كلهم. يلا أعطني ستالي هنا ما أبي وضعنا ولا وينك؟ أبي المشرف يكتب هنا عشان أعرفه. قبل لقيت اسم في مشرف وينه؟ بس خلوه يكتب. تسوقون هن الكومنت كله. خلينا نتهاوش مع وليد. تسولفون اثنين قالوا يا ولد عنا عند أبو نايف وهو فلان ولد بلدي. وش ولد بلدي؟ ولد جدي. أنا جاي أسول فالين هنتم هنا ولا كومنت اللي دخل في البيت ما يتابع معطينا ميوت سولفون. لا لا بقفل الإشراف. وين وين المشرف؟ ما في أحد يكتب. هو في مشرف ولا لا؟ صدق ما أدري. الظاهر واحد يسمي نفسه المشرف. وين ما توقع معصاب واحد يبي يكتب معصب كاتب معصاب. لو في مشرف صاحي اسامه. اسامه اكتب خليني اشوف عند مشرف ولا لا. ها ها ناصر كيف ادور المشرفين؟ والله ما ادري. تعال تعال تعلمني. قال لك ما ها اسمي ما في انا كاري. لا اسامه عنده مشرف. اعطيك كومنتات. اعطيني شراف انا بضبطهم. انا والله قبل شوي افتحت عريف هذا البث. من عريف البث؟ من؟ ما ادري. يا اللي احنا خلونا من شعره العريف ذا يا عريف. ايوه 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 جا جا هذا حمودي ولا من هو؟ استمر ديرك يقدر اسبع. طيب كيف اشيل الاشراف؟ دي بلوك. طيب انا بحب اختبر مشرف. حاب اختبر امكانياته. والله وش ذا المشرف اللي بس يكتب؟ حاب اختبره. ابغاه يثبت لي تعليق الحين. ثبت اي تعليق يا تعليقي تعليقي. لا قلت تعليق اسامه. ثبت تعليق اسامه يلا عشان نشوف الدقه. يلا دقه ايش؟ السرعه يعني. كبس ما شاء الله يعني كذا انت مشرف. اما هذا طلع عريف. ايه عرفت عرفت. ما تثبت تعليقي الجودة. دقيقة اكتبوا ثبت أي تعليق. لا مو بأي لازم تكون. لا 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 لازم تكون. أول شيء خلينا نشوف يا أخي. علي في البث يقول كبسوا كبسوا. بيسوا علي مين مين مين. كبسوا كبسوا. شكله مصري حق اليوتيوب عرفتهم. عاوز تشوف الهدف كبسوا. كبسوا كبسوا. يلا. ما في أي. ولا اي شيء اشراف ولا اي جدول في الاشراف. ما في تثبيت تعليق. طيب نتجاوز. مشرف اكتب لي بس بشوفك. والله والله ماني بشايل بس بشوف. انا ما ادري شلون حطيته مشرف ما يجي تثبيت رايك. طيب اكتم اكتم دقيقه بختار لي اسم. اختاروا لي اسم يكتم ذا الحين. ستاندوا لا واحد يكتب تعليقات. انا ما عندي. ناصر ناصر انا في البث. خلينا نشوف يعرف يكتب ولا لا. اسامه يلا اكتبوا لي تعليق اسامه. قطع البث والله يكتبون. لا لا اكتب بالله اكتب اكتب اكتب. خلينا نختبر خلينا نختبر. يا تحط خلينا نشوف اكتبوا ولا اكتبوا اسامه في 20 ثانيه. لا 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 قطع من البث يا ولد. اش اكتب بالله اكتب. انا وصلت 10 11 12 13 14 خلينا نشوفهم يكتبون ولا لا. 15 16 بلعب 17 لا شعد ما ادري. هذا هذا بالشقه ما وين المشرف يا اخي يا ولد قال انا بتعبت يا اخي. انا زلمه جاي على زلمه والله ما ادري. انا اعلمك ستاند اب السالفه. عينت لي مشرف مضبوط. حطي وظيفه مضبوط. هاي طق ممتاز تمام ما يصير. اول شو اقول لك اكتب اسامه ما اقدر.
تدري شو وظيفته احنا؟ ها؟ فهمتهم يا ولد، ما حد يقدر. سام اكتب بالله اكتب ها انا وش ذا المشي في الفضاء ايوه تم تعليقات تم تعطيل تعليقات الأسامة الهميلي الأسامة انت الأسامة اكتب ما تريد اكتب كويس ساعة وش الاختبار قامت حرب انتهت تدخل بطيء كتبت 63 كومنت لازم يحطون شيء ثاني خلي شنو شل كاتب من أسامة يلا بسرعة يلا صرت مثل انا يعني انا كنت مشرف الحين مثل يدربون الدنيا هاي الدنيا جول تعال تدخل بطيء ابو عبد الله تبي تقاضى يعني كول الحين ادق لك اشراف واكتم لي تعال افتح بث تيك توك عشان اكتمه كيف اقفل قستات؟ افتح حولك تعليقات؟ لا افتح التعليقات بسرعة حطني مشرف انت لا قفل بثك واكسر جوال ايش تهددني انت؟ اي اسامة تبغى تدخل من جوالي يا ولد لا بلا اسامة انا اسامة خليني انا اسامة يا ويلي يا ويلي ولا اصلا انا سام ظهور سلطان الوار يكتبون تخيل تم كذا سلطان الوار يعني المشرف جالس في اختبار قدام 300 شخص يعني مو فشلك الذريع كويس مديني اكبس رضيت على طول هذا المشرف يلا كتبك لخمس ايام انت اللي كتبني بحساب ما حد يكتب السب الله لا يوفق سلطان لندني هذا سلطان الوظيفة خلني اعلنك بحساب اسب سب سلطان اخوي يا هزت المشرف البطيء ابطأ مشرف والله تعينه جاب ضاحي اسرع منه والله ضاحي يقفل عنده لوفق لوفق اللي تصطاد شكله ما عرف شو لا لوفقك بث غبي شكل نص حروف ما عنده ايه ايه تاكو سب سلطان سب يا ربي تكفى انا ناصر بحطك مشرف اسامة وليد سب يا وليد سيبت ايه الاعدادات الممنوعين من التعليقات اضافه الستريمر اللي يقول تبغى اني اسب منو ها يقول ده بعطيه اشراف كيف يا شل عني الحظ الحين انت اخو عليش دقيقه اشيل الحين يا ايش الفصل اللي بعد الفسحه يقول تشوف السوالف قفل كتموا وليد طلعهم فسحه يقول يا عمي كتموا كلهم اخو عاشه طلعهم فسحه بالعريف اليوم ابتليت بس ما كيف اصل لا شاغب ايه لا شاغب وطلع ما ضروري يزوم شاوين شكل فاهم يا ولد احنا من التعليقات سامة ووليد ومحمد اخوي يا ولد ايش تل سامة يلا تعال ايه يا رجال خلنا نتقاضى اكتب عشان بحطك مشرف نياف مشرف لا يبطي صبح والله ما يذوقها يلا كتبت شيء ايه ما جاء الا يجي وينك لا أسامة قبي ملوحي هذا اعتذر عن كلمة عشان احطك مشرف عجب والله ما اعتذر لا صار ليش اعتذر يا ولد ما تديني اعلق يا ليل حطيت المشرف مشرف ما اقدر اعلق العلم القوة كاتبين كنت مشرف يا الله اكتمه مش فهمت سياحي ما انت في الكامل يا اكتمت انا ها؟ اكتمت يعني انا صادر انكتمت انا اللي انكتمت يا الله اشتري البث اللي كله هوايش بين المشرفين يا قول مخصوم عليك السلوك كلكم السلوك المخصوم مخصوم على المسحة ما بين يا اسمع تقرا وتتبع يا ولد علق بقول شيء
شيء لا والله شيء مهم. القم يا نياف القم. وين التمر؟ وين التمر ناص اللي هنا؟ باع ما قال لنا. من اللي لك؟ من اللي لك؟ والله صدق. من اللي كله؟ والله الحين بعدين محلمه اليوم يا عيال بقول لكم شيء. منين جاي انا بقول لكم شيء. الحين اللي جالس جايبها اعلمكم منها. اللي جالس دقيقه اسمع اللي ما يتعشى ويشرب بروتين ايش رايك فيه؟ هذا اكيد انه اكيد انه شوف اي تدخل في صحه الانسان صاد ما يقول ايه مرات اي تعال تعال انا بطل تعال محمد تعال ارقص هنا ارقص دي حقتها روح ها بيع يلا محمد يا غير كل علم ابو علي صح يا على طول حط الكرام يا عندك منو تعال ناخذ ذا والله جدي والله بقلب عليك الجوال لا تقل ما تقل هلا بسرعه عشان عندي موضوع يلا جاي عكس ترى عكست عليك ناصر ترى الكاميرا عليك ناصر الكاميرا عليك ناصر ايه الكاميرا عليك الكاميرا عليك يا ولد يا منور تيبو تيبو قوم ايه لعيبه منور من جاي يسوي لقاء اللي واحد يحبه طيب بس انا اصلا دور كان قوم وانت طاير وانت طاير ناصر هلا هلا والله تكفى انا بغطي المشي في مراتي مش اللي مراتي ايه دي يلا سؤال عشان الكتاب سؤال ثاني سؤال ثاني عندك دوام بكره دور عليك دور كلمه ثانيه يا ناصر ناصر ثوبك وينه لا لا يا غبي لا لا الدوبي لا 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 يا غبي البوري تجيب العسل وش تضرب بوري انت يا البوري اطلب البوري اطلب اطلب يا جلال عباس اذا طولت على البوري يعني كنت الجرح ناصر الدوبي وين وين اكتب كنت تحرج بس يا ناصر أبو كسمة ذيك عندهم ايش اسمه اللي شيشة ايه مدار من وزارة الصحة هذا شيش يقول مدار من وزارة الصحة الصالونة الصالونة ناصر ناظر ادري ادري المدخن ناظر هذه اسباب الشيشه اعلان زاد صح على البث على طول الشيشه اوه الصالونه اللي دام والله دقيقه الصالونه اللي دام يقولون لا تضحكون على رمستنا ايش؟ لا تضحكون على قبل اقرب نياف لا ترمس لا ترمش ازح الصالونة هدام ناصر عطني صالونة جبن احنا الصالونة جيب تقشمر ويانا اسمع ناصر يا اوكسجين انا والله صدري ذابحني لا ولدي السيارة الشيشة بدي شيشة بعد كانت تنكت الشيشة محطة تعمل بنزين عجالة الشيشة بعدين ما هم عظامة عطني ما عطني ما معك يوو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 و
طلع معاك. سكر راس عطني ماء. طلع مع حطه خلاص نشوف. طلع لي. الله يبارك شيشة كمود. خلاص خلاص أصح. أنت شتبه 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 بشغل التعليق حق تيدي يا أسامة لا تلف الجوال أنا ما عاد ارتاح بثي بثي لي ولا المن لا تيدي من اللي يكتمك من اكتم اللي يكتمك لا تصير رخام لا ذاك بي ذاك بي خلاص خذ يا صدري يو ما عاد تقدرون تكتموني خلاص اول شيء اللي ياكل بروتين في النادي هذا حمار واللي ياكل عضلات واللي يتدخل في وجهه وجسمه ياكل خمس باك واللي ياكل يعني واللي ما فيه مرض ولا شيء ويسوي عمليات تجميل هذا حمارين ايوه القم القموها لقم يجيك واحد من وجهه تقول اسمك سواء رجل او في رجال امراه ايوه كلهم يسووا ناس واجد شو واحد معرض عضي لحيه راح انت تقول هامور اسمك حراشيف والله العظيم وخشمه حلزونه لا ما هب عادي تدري عمليه تجميل مثل اكتشفت انا بغيت اسوي عنها فلوق والله جميل يحب الجمال نحب الجمال لانه يتزين الواحد ما هو بيلف برطمه له وتقول سمكة زين في هندامه بريحه سقناه افواه السمك انا خطوره على المجتمع ظاهره افواه السمك تاخذ معك سنار دقيقه تحطك طعم حتى اطل الكاميرا علي لا 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 علي انا تعبان سلامات يا ود والله العظيم اني انه صدق ترى بقول لكم شيء عمليات تجميل اكتشفت بعد الحرب العالميه الثانيه اصابات الحرب العالميه الثانيه سببت تشوه بشري غريب فبدت العمليات التجميل اللي فيه صاب واللي فيه بعدين تطورت الناس الحين صارت الناس ياخذونها يعني قبل تخبرني رحنا مع فارس صح ليش العياده كان عندهم مراجعه هم أدرى عيادة فيها عيادة تجميل الناس عيون يعني اللي مركب ذاني واللي مدري ايش انا هو وش ذا السماج حولت خلاص يا اخي شكلك يا اخي والله غلط والله العظيم بل وعسى الله يقطع البلاوي لا ما هب عادي إذا والله لو عندي مليوني خشمي خشم ذيب طيب اللي ما فيه براطم يا انا اقول اللي يعني عنده مشكله ويسويها الطب تطور في واحد يعني في شكله مشكله لكن اللي وجهه عادي ما في شيء ويبي يتزين يتشين انت شوف اي واحد مركب فم مركب فم يا والله اني صادق انتم ما فهمتوا يجي برط فوق بتاع المابلك انت جامجي ليه يا ولد صدق فم السمكه تعرفها ظاهره فم السمكه اللي فمه كذا يجي قوس مع الجنب شو شب عادي جناح عادي تطير تقول من العاش يا بسيد الطعم يا بسيد الطعم سناري دو والله كلهم يقول سطان ذواب ناحف في النادي الليل يا ذواب عاد ياخذ بطيخ مين عادي جبن ذي السمك اي والله ناحف ابو جواب كلهم ناحفين الا انت الله لا يوفق ولا يجب لا فرق انا والله ما عاد اكل الا وجبه اليوم حمام انا بقول
كلهم الحظ ولا انت شام اقوى سلطان. سلطان ذواب ايش؟ ابو ذواب لو عندي مليون هديتك اياه على كندورة كذي. كندورة ذواب. تدري وش قصدي ذي؟ خليني اقلع لكم. الكندورة تدري وش هي؟ هذه كندورة. الثوب كندورة اسمه. لا ثوب. لا كندورة. انت لابس كندورة. لا ما لابس كندورة. انا لابس شيب شوت. ولد انت خليتك الكاميرا عليك. الكاميرا عليك بتطلع بتطلع فلوس. طلع حمامة طلع حمامة. خليه راح يرقد ذا. يا الجركن يا وجه الله ايش يعني ايش يعني يا صديق صدراء ناصر طلع ذوبك ابى تمره طلع الدلة لازم ناصر يشارك برنامج واقعي انحش يا ابو محمد لا ما انحش انحش بيدينك ورجلينك انحش انحش يا ابو محمد لا والله شارك ما يبي يشارك ناصر ناصر اعطي ناصر ناصر دقيقة ناصر دقيقة دقيقة ناصر بالله والله اي والله ناصر ابغى قهوه انا جاي مع اصحابي طيب ابغى قهوه الكاميرا عليك عادي خلهم يشوفون كيف انت تسحب اي قهوه اطلب يا اوردر زين لا دقه دقه حتى من جاء حتى من جاء اللي حركه انا جيت وين بوري ها ابو بوري طط اثنين اثنين بوري بوري قال الامير اول منين جوا خل بوري يطبخ جوا اصلا بوري يا رب الخمان لا يا رب استودعكم الله الذي يرضي وجهك احنا ترى نتعابه البوري يطبخ شابط حبيبي سامة كتم ربيعاتي انت ايش كاتب ما كتبت كذب كذب يا صدري الله يبون يحطون حزازيات بين بين الدنيا ايه امسك شيلوا الاشراف من اسامه والله العظيم يبون يسوون حزازيات لا لا خوفي من الذنب لا اشيله منك مني انا لا لا اشو من بعض الناس من بعض المشرفين اصلا انا شيء انا بسوي ترتيب لا لا تشيله لا تشيله الان تقدر لا تشيله خلي يا القهر ابى اقول شيء انت افضل مشرف اسام يعني المشرفين كم واجد لا شوف المشرفين مشرفين سيئين صدق تقييمي المشرفين سيئين انا باقي ما استلمت الاشراف هلا مستلم يلا ورنا عروض سوي حركات ها ها سو دقيقه
عان اللي يكررون. اقرا نو اقرا خاتم ستة انا الخاتم الان خمسة لا كبسوا يلا ورني ورني التعليقات اللي مهبزانة اكتبهم في طرد تبين يطردهم عان خيار اسمه الطرد اطردهم خلنا نشوف حركات يلا خلنا نشوف اللي يقول يكتب اربع حروف ميم ها راء الف بينطق لا شقر هي اول واحد تنطرد شقحه يلا بدي خلاص انا والله اني تعبان ما اعرف افتح فجر البدن والله اباك بكسر اصلا يقطع يا العنصرية. أبى أقول لكم شيء يا ناس. ترى شو اسمه؟ يلا اكتم. أنا مش يجلدونك. كانت ولد عبد الله السلطان رجهم رج. أصبر ها. ما يروم ما يروم يعني عقب ويخسى صد واحد كاتب ما يروم علي المهن ما يروم يعني عقب الخبل عانا ما روم انا ما روم انا ما روم انا كم لا 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 انت كتبت الميركة لا لا رد 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 الميركة رعيه 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 ما يروم يعني غرفتي يا حرام كتبت غرفتي ضعيفة تماما لأن أم العذر ما يلا استعطفت ردها ردها علق ما يروح ما علق ولا شهادتك المشي معك لا علق أسامة حسين واحد أيوه عانا 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 بنت بلادي وينج بلا حد احنا بنصرفهم نقول يلا بث يلا البث التيك توك يلا روحوا خلها تروح اول واحد راح تكتك بحط مشرف يلا واحد اثنين ثلاثه الحين تروح ترى زي الحال تم تم شيل ثاني والله اني تعبان يا سلطان كبسوا كبسوا انا عندي فعاليه فنانه ما اقدر اكتمكم انا كيف اشيل الاشراف منها دقيقه واحد اثنين ثلاثه وقف تعليقاتها انت كاتم شق حبيب ترسل حلاو ايوه خلها ما ادري تهرج القموا تعال حلو الكبار يجيبون حلاو بقر انا اتوزع بالعشاء يلا 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 كويس اللي اكتمتم يدعمون ايوه اكتم اكتم كلهم بنديرتي يوه جد العنصريه جاكو في احد مكتوم هلا تعبان مرومنا 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 ويلي الله يا قلبي ذي حبك يجيك ويلي حرام مهره ممنوعه وميره انا برجعهم كلهم البتول وليد الهميلي مكتوم ولد عمنا لا وإيف ذا من كاتبهم أذل إنهم جايبين يعني وليد يعني أردهم وليد 24 ساعة مكتوم يقعد وليد يا ويلي يعني هلا ناصر محمد يلعن أم الشخص أنا اكتموك رجل نطلع البث دقيقة عطها واحد هي يا
ديري ناصر انت مكتوم ناصر انت مكتوم يلا أعوذ من الشيطان الرجيم يا ولد ايش ذا الهوايش بينكم؟ ما اعرف ليش الا في كتم والله ما كتمت احد انا عاني انا ابث ولا جالس اشوف من ينكتم كتمت هذا المشرب الجديد اللي انت حاطه جاكتوز يا ناصر من عيم التعليقات شوف عاد انا من كتمي يا ولد اللي كتم ميره قبل شوي مهره واللي كتم ناصر مهره ذي الحين انا كتمت ميره ليه؟ قاعد اكتب كلام يهود ايش ذا البثوث؟ قرار ختام البث قرار يشال الاشراف من اسامه ومن مهر يا سلام انا راضي هذا راضي؟ دي خلينا ناخذ لقاء معك يبقى بس اهم شيء دي يبقى اشراف هناك دي خليني ابوك راضي بالقرار؟ راضي راضي انه يشال من كانت مهره اي الآن إنشاء. عشان أنا المشرف الأول أصلاً ببدأ. طيب من راح؟ الشباب كتمت وطلع. أصبر خله. يروح البث. حزنت والله. أكثر اسم يتكرر بحطها مشرف. شقحة. لا تحط. لا ناقة. في حساب اسمه مية ولا إيش اسمه؟ أصلاً. كتمت هو راح نحاش. عم يبكي ادعم ادعم يلا يلا نحط شاق حذي لا 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 تحط هذا متوجه ضرع فزاعة الحالة بش ايش تسوي نصيح خلنا نشوف نصيح ناقة يا ولد يكفينها ناقة عشان ناقة هذا استخدم جوا الاعدادات كيف المشرفين أسامة حدكم الاثنين يزال من منصبه لا يا ولد لا إزالة من المنصب تم الإزالة طيب رد اللي كتمت سيتم تعيين الآن العلوم والأوامر الملكية اللي صارت إزالت والله إزالت 16 خلنا نشوف شاق حالي يا ولد متى تسامح ما تكتب خليني أرجع هناك مشرف والله دقيقة لا بشرط شقح قبل الإشراف تكتبين إني ما شخصنها مع أحد هنشوف انك تكون قد الاشراف تؤدين القسم هذا لون ناقه تحط مشرف بشوف ايش تكتب تخيل لون صدق لون يصير مشرف لون عند البدو يصير الوان الشكل وين اختفت ممتاز اخي شكلها نفس الحلقه بك ناصر استاذ. تكتبها. وين ما كتبت شيء. عط ناصر. قده ولا لا؟ تكتب. مكتوب. شوف تراسل ما تهرجك. تراسل. لا خلاص بس حبها. إيه يا رجال سحبها. عطها ثانيتين. لا تراسل في الكومنت ترد عليها مسحتها. هي ترى ما تسمع شوف. نياف لو تحط كرتون حلاوة. ما في. نياف هنا. إيه يرسل حلاوة. نياو لو تجيب حملة لو تجيب البقالة اللي جنب نياو باقي حي الله أكبر شقحة تبين الإشراف أدي لا 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 أرسلي 2000 أرسل شبك يا أنا باليني الله مشرفين ايوه هذا يصلح مشرف الصراحه مثايل انا اشوف في الكومنت من قبيل اراقب كومنتاته من مثايل اي مثايل هذا فنان استحق والله يستاهل ارسل مثايلي دايم اقعد يا الفقره بس مثايلي وين مثايلي شيك هذه معها فلوس لا تنقل تنسى الحلاوه
والله لو ترسل مدري وش. ايه يا سلطانين. خليني خليني هيو. يلا انا بغمض وبضغط على اسم اللي يجي يصير مشرف. يطلع مجهود ذا من جاء. انا الحظ من يهاب. الله لا لا القرعه غير منصفه. والله مغمض. لا والله القرعه غير منصفه. والله انها غير منصفه. اضافه مشرف. لا يا ولد انا احس في رشوه استاذ. حط بالله المشرف اللي يقول من وين خاتم. حطه مشرف وينه؟ عان تردني غصب والله لا شيء. اي والله اخوك جالة مشرف. ترى احيانا اللسان ينكر يشيل الواحد من منصبه. افضل مشرفين تدري من؟ قيل التيك توك عندي. انا مشرف عندك التيك توك تدري لي 4 سنين فاشل. 4 سنين والله ما ضبط لي من رمضان 2020. اعطيت 6 اشخاص يا ولد. صح صح يا رجال. ثبتولك اي تعليق بواحد ما تبي تقرا. انا شفت مشرف يدرس من عين لو قدامك. طيب انا يا رجال لا حقين تيك توك ولا انت ولا مشرف الا فلسان. طيب ولا حساباتك كله ستاند اب حتى تكون شيف. انا صار مشرف شكرا رقيقه. بس يلا تحقيق. انا اذبت تحقيق الامنيات شاق حوينها مشرف لمده 95 ثانيه. وقت لا وقت على هذا الحساب والله. يلا حطني مشرف انا وناصر. يلا ومن انا وناصر. بصير مشرف سلطان حطني. ما تحضرون احد. خلينا نشوف القرارات اللي بيصير. شو نذره هاي شد حصلت. يقول ان سواكنا في باب شد. اسال وش وجبتك المفضله؟ هذا رسالة يا ولد. تقديم متى؟ يا صديقي تعال تعال بعطيك. تقديم متى يا ولد؟ قدمت ناصر. الله عليك. الله عليك. الله عليك. أنا العام جاي ناصر. خصصك غير مطلوب. استنى شباب يلا. والله حطيت مشرف ما ولا قرار نفذه. كم مرة 50 ثانية؟ بقي 30 ثانية. الحين مشرف. تم تعطيه تعليقات ما رأى. اصبر والله ما جاء اي صراحه. من اقدم مره ثانيه؟ ايه تعرف واسطه. يلا 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 ام خالد البس مشرف لمده 60 ثانيه. سحاب مشرف لمده 30 ثانيه. لا 300 سحاب حساب على تيك توك. يلا 3 مشرفين شوف ايش قراراتهم. البس متحجب كويس. ها البس لي تحجب. حطيته. اعطني اشراف بشوف الشعور. والله تستاهل. يلا ام 12 والله انك خطير. انت تخوف ما يتابعك الا واحد. يلا مشرفين يكتبوني. يكتبوني يا ولد. اللي يرسل دعم قوي يجي اشراف. يا بقر عندك بالله. وينه بالله وينه يرسل حلاوة. ما اشوف هو شقحه. لا هو اسمه ساب حط صورته. يلا يلا اول واحد يحط
ثلاث أربعات بيعطيه شرف. يرسلها في الكومنت كذا. هذا ما بنيا. ثلاث أربعات وين؟ يو كثرهم. يس 444 حمضيات. نعم. هذا على طول حمضيات. أنا راقد. راقد أعطيتك شراف. أعطيك ذا والله فنان بيرسل 44 حمضيات. الحمضيات وش الحين وين؟ آه شوف. صامل يا ولد أعطيك شراف تاكل. أيوه شقحة. تقول أرسلوا حلاوة ولا كتمتكم؟ ترى الشخصية هذه صراحة ما تصل. ايوه روح حركة الدعم. يوه في واحد لازم شطة. اساسي. الزلبوري. ايوه شركة. نشوف افضل مشرف يسوي فعاليات. يلا حلا اشراف. حسابك التيك توك. انا ايش اسوي؟ انا كذا يا جماعه حرب الباء برغل. ايه فعاليه مثايلي اشراف حد على خمس مشرفين. يلا بنشيل نبدا نشيل المناصب المشرفين ازاله شقحه ازاله شجون ناظر انا طيب. بنزل المدير بتغيب يلا انا جاني كاتب مثايل ارسل والله يا سكيت يا نويشز مشرف أبير الآتين يستاهل صح كيف أجيب الداعمين؟ ما هو لا أرد على المشاهدين مثايلي خلني أعطيه شرف يستاهل اتش من هو؟ اما يلا خلينا نشوف اعطنا الملفات اللي نحطها في الفرارة ما شاء الله انا اشوف اول خمسه من الدامين يعطيهم اشراف السادس السابع حظ طيب هذا وش حزب نيوم عبير نياب حارس عمارة واحد نياب مو حطه مشرف على خمسين خالات تزرع مشروع شوف مثايل ذا فنان شوف المشرفين فنانين يرفعوا لك العقال يشكرونك اي مهم غير هواي شكت من انت والثاني صح انا ما طيب نشوف من المكتومين هذه اختبارات كلها الممنوعين من التعليقات والله وش السبب كم واحد
يا وجه الله اثر. انا اقول لكم انت الراحه 19 واحد دخل السجن ما اللي كاتمه سعد اخوك مبشوم الشبك. عود على معود وعود انا ساعه اكتب احد يهرج والله ما كتمت احد والله. اثر البث يوم خلص من المكتومين هذا بث الاطوالك سجين على وايز تحت من اللي كنت مني يا حيوانات تلور المطقوق انت عطبتهم فكيت صحيهم على مجنون انا دخلت ناس مناصب خليتهم والله يخوض الحين اخذ العمر طلع من السجن. يلا 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 دقيقة إزالة مشرفي الآن أعز مشرفيين خلني أجي سحاب رقد يطلع مع كلوب بريحة أكسجين اللي يقول ذا اللي يقول شي يقول نياف مشرف ولا القعود بيصور لك عطوه حذفوه اكتموه ولا حاضر اكتموه اكتموه رقد يعطيك العافية عبير يستاهل إضافة مشرف دعم ما قصر طيب آه يا صدري أنا بروح بس أشوف من ينكتم عشان أعرف أتفاهم معكم ما اللي جالس يكتب؟ مهرصيته شجي وش ذا الكتم يا ولد؟ لازم انظف المشرفين دقيقة مثال يقول ما جيت تشيل حط لي يقع ما تقدر تقول شيء والله بخشيش قوي قوي والله شارع ذمتي المشرفين حلا انت ما قصرت نميشز لابس نظارات خضراء ما قصرت طيب اسمع سوف علي اغني لك ثلاث اغاني لا دقيقه المشرفين إزالة ما قصرت طيب الربع أمانة بشرافة بجرب يلا رح جرب ترى وينه خلاص بحقق ونيات يلا ونيات يلا مشرف يا إكس يلا شلت تكات خلاص بشيلك اكتموا ذا اللي يقول ادخل قصة ملل اكتموه هذا بثمن انا في السريو لنا ساعة نسولف نضحك تعبنا اكتموه سرعة لا لا دحين ابشر بالسعدي ومحمد ما طلبت شيء ايوه هذا مشرفين حقيقيين طيب اسمحوا لي ان ينتهي الاشراف من الجميع اسمحوا لي رجع اللي كان في اول واحد اشراف من هو؟ مسكين
تهاوش تقول غصب وما تعرف تسوي حضور أيضا حالة إنسانية ترى ما تدري ما تدري قولوا ميلا مهرة ترى اسمه الشرفة خلاص ما تدري بس تك خلاص هي ذحين اسمه نوشر طيب يا الربع قولوا لا اله الا الله هدوء 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 شكرا لكم والله يعطيكم العافيه بيض الله وجيهكم والله يعطيكم العافيه فعاليه كذا جميله وخفيفه ولطيفه والله اني تعبان شوي لكن كان بث جميل بوجودكم كان أجمل سوالفنا ام بي سي يرسل حلاو او كم بي سي ترسل حلاو ارسل 6 ذيابة عشان يتابعونك كل امدح ام بي سي تحس اسوي اعلان ام بي سي اسوي لكم اعلان يلا ارسلوا الذيابة طلع بي بحطه مشرف بي سي بحطك مشرف الله يعطيكم العافية بيض الله وجيهكم بث خفيف لطيف تجديد عهد بثوث تجديد العهد الجميلة بوجودكم وتواجدكم القادم افضل باذن الله تعالى الايام ذي منشغلين شوي ومشتطين شوي وتعبانين شوي لكن ان شاء الله ان القادم افضل واجمل باذن الله تعالى بنغير ان شاء الله عليكم الاجواء عاد ما بين وبين ان شاء الله باذن الله ان بعد مثل رحلتنا وسام الاربعاء إن شاء الله الأربعاء فيه كذا سفر أو تجديد عهد ويمكن أن أصل الديرة ونغير جو لكن الله يبيض وجيهكم يعطيكم ألف عافية شكرا لكم على حسن استماعكم وتواجدكم وسعة صدوركم أتمنى كل أمر يقال هنا في هذا البث لا يؤخذ على محمل الجد إلا الكلام اللي تعرفون إنه جد أني جالس وأتوقع أنكم صرتوا تعرفون الكلام الجدي من المزح من بعض الأمور أحيانا يحمل الإنسان ما لا يستحق أن يحمل كظن أو شك أو تفكير أو أمر ما يستاهل أن يشيله دائما منبع المشاكل والإشكاليات هي بذرة شك تكبر أكبرها أصدقها أحماها أتقمصها وتبدأ المشاكل الحياة الحياة أسهل من أنك تشيل أو تزرع وتبذر وتسقي وتكبر وتمشكل على شيء ما يسوى نصف مشاكل المجتمع أو أكثر من أمور فيها شك فيها أخطاء فيها سوء نية فيها سوء ظن أني مثلا أظن في رفيقي وأقول شكله ما يباني وتكبر الموضوع وتصير فدائم حتى لو ظنيت أن اللي قدامك ما يحبك حبه ترى في الأخير ما راح تعطيهم مخباك ولا بيعطيكم مخباك حبه سلم عليه عطى حق الله ورح لا تكبر مشاكلك ولا تصنعها تحمل تجاوز إذا وصلك ما يسوءك حتى لو في الجوال لا ترد عليه إلا بعد فترة سأل الله أن يصلح الحال والأحوال لنا ولكم جميعا شكرا لكم على تواجدكم لا تنسوا الوتر سأل الله العلي العظيم أن يرحم موتانا وموتاكم وأن يشفي مرضانا ومرضاكم وأن يرزقنا وإياكم الرزق الطيب والحلال المبارك وأن يوفقنا لما يحب ويرضى حفظ الله أهالينا في كل مكان حفظ الله المسلمين حفظ الله أمننا واستقرارنا ومحبينا بهذه المناسبة أتوقع أني حتى اللي في ناس موقفين عنهم التعليقات حتى لو كتب تعليق سيء
أنا برده لعله يهتدي ولا يعني يتم منها أمر زين إن شاء الله. بيض الله وجيهكم، رزقكم الله منياتكم كلها، وفقنا الله لما يحب ويرضى. ما أنساكم من دعواتي، فلا تنسوني من دعواتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. في أمان الله.